الوطني والوطني الحسن الملقب بحسينة، لاعب فريق الشمال الملكي سابقا وفريق وطني مغربي بالملحمة ديال 86 مكسيكو. نعم، شنو بغيتي تقول لنا على المقابلة اليوم؟ براج يعني بين الوطن يعني والمغرب. المباراة كانت صعبة جدا، كما كنقول قلت للجمهور ديالي بأن المباراة ديالنا 6 بوان، لأنه الوافق عندها 22 وحنا عندنا 24، إذا استطعنا أننا نحاولوا نديروا الفريق ديال النقاط سي ميو، على ما أظن يعني الرجوع ديال بوبولا، الرجوع ديال أسامة بركة، فيعني كان فريق اللي هو فريق كان صعيب علينا في المباراة، اللاعبين ديالنا تعاملوا مع المباراة تعاملوا مع المباراة، الفريق وداد فاس دار بعض التغييرات اللي يعاود يدير علينا الضغط، تعاملنا كما قلت لك حنا مع المباراة، ويعني على ما أظن في الشوط الثاني كان واحد جوج ديال الفرص اللي تاحوا لنا، كنا بغينا نقتلوا الماتش، ولكن الكرة القدم هي هذه، فكيظهر لي بأنه تعادل منصف الطرفين. عامل الجو أثر على المقابلة؟ الحمد لله، يعني التوقعات يعني ديال الأرصاد الجوية قلنا بأنه يوم الأحد غتكون الشتاء في فاس، غادي يكون البرد، قلنا للدراري على أساس أنكم تستعدوا نجيبوا الصفار ديال كما كنقول ديال الكازون، فيعني الجو كنا مستعدين ليه، فكنتمنى كذلك التوفيق لنا، وكنقول للواف حتى ساعه ان شاء الله. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنبغي نشكر الاصدقاء ديالي على المجهود الجبار اللي قمنا به في هذه المقابله، مقابله هنا ضد فريق وداد فاس بحكم المرتبه اللي كيحتلوها هما والمرتبه اللي كنحتلوها حنا، كانت مقابله صعبه، كنظن نقطه ثمينه اننا حزنا عليها في الملعب ديال حسن ثاني، نتمنى ان شاء الله قادم الدورات ان شاء الله نحققوا انتصارات باش نعودوا بالفريق شباب اطلس خنيفره للسكه ديالو الصحيحه، لان المرتبه اللي فيها حنايا ما كنستاهلوهاش، وهارد لك فريق وداد فاس، وكنتمنى ليه حد موفق. وكنظن ان التكوين ديال اللاعب حمزه حجي هو قلب دفاع وظهير ايمن، جيت لعبت اول مره مع فريق مغربي فاسي هنايا في هذا الملعب هذا اللي كيشهد على هذا الشيء، والحمد لله ان شاء الله انني مازال ان شاء الله قادر نعطي، ونتمنى الله التوفيق قادم الدور ان شاء الله. مقابله كبيره اليوم اللي صراحه كان فيها لوجو، كان فيها فرص كثيره، ما استطعناش انه نترجموا من الاهداف، كره القدم هي هذه، فاللي كنشكر الجمهور اللي جا وساندنا رغم الظروف الجويه، فالحمد لله جاوا وساندنا، فاللي كان نبغي نقول للجمهور الكريم ديال الوداد الرياضي الفاسي انه يطمئن على الفريق ديالو، فريق في تحسن من مقابله لمقابله، وكنوعدوا منه ان شاء الله غادي يبقاو في القسم الوطني الثاني احترافي، وكنشكر من هذا المنبر لا الصحافه ولا الجمهور اللي جاوا الصراحه اليوم وعطاو واحد الجو كروي اللي خلاو الاولاد في الملعب انهم عطاو وداروا اللي عليهم، كره هي هذه، وكنتمنى الشفاء العاجل ليوسف الحويزي اللي صراحه قابلنا معاه، وكنعاود ان شاء الله ان كنوعد الجمهور ان الفريق في تحسن، ما يخافوش على الفريق، ان شاء الله غادي يبقى في القسم الوطني الثاني. التوقعات ما نقدرش نتوقع اي نتيجه لحقاش بحكم انني لعبت جوج فينالات وما ديت حتى شي واحد مع فريق المغرب الفاسي، فهذه هي كرة القدم، فكأس العرش فهي مقابلة مختلفة على البطولة، فإن شاء الله غادي نوجدوا لها بما فيه الكفاية، وإن شاء الله نتمنى تكون إن شاء الله واحد النتيجة إيجابية اللي تعطي للوليدات واحد الثقة واحد المورال جديد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، سميتي طارق، مشجع الوداد الرياضي الفاسي. بالنسبة للمقابلة ديال اليوم جرات آخر رياضي من ناحية كرة القدم، وداد فاس لعبت مقابلة جميلة، عامل الحظ ما كانش جانب الوداد الرياضي الفاسي، كنتمنى من اللاعبين والطاقم التقني يداركوا في المقابلة الجاية إن شاء الله. هذا ما كيعكسش أنه الفريق راه كان خايب، بالعكس الفريق راه كان مزيان، وحنايا الجمهور جمهور الوداد الرياضي الفاسي عامة راه خلف الفريق وديما غيصنت الفريق في السراء وفي الضراء، لهذا كنتمناو من أعماق القلب جميع الغيور على الوداد الرياضي الفاسي أنه ما يبخلوش التشجيع على الوليدات، ما كانوش خايبين، كانوا مزيانين، كنتمنى من الله انه الوداد الفاسي تصحح المسار ديالها، لان من بعد الرجوع ديال السي عبد الرحيم شكالات ولينا شاهدنا تغيير كبير على الوداد الرياضي الفاسي من ناحيه الاداء، وكاين النسائج وفي بعض شي لقاءات خاننا الحظ، لهذا كره القدميه هذه فيها منهزم منتصر وتعادل، كنتمنى من الله انه الفريق يخرج من هذه القوقعه ديال النتائج السلبيه، ما نقولوش نتائج سلبيه لانه كثرت ما انه الوداد الرياضي الفاسي فريق كبير، كيبقى كبير على اي واحد،
كنتمنى من الله من الجمهور ما يبخش، وحنا مع الفريق في السراء وفي الضراء. وكنشكر جميع اللاعبين والطاقم التقني بما فيهم سعد رحيم شكيرات، سي محمد الجناسي، الغيور على الوداد الرياضي الفاسي، وشكرا.